اولا جيتوا لي من بغداد؟ من بغداد جيناك صدق على راسي بيكم ريحه بغداد والله. ما دام بي الصحه وعافية والله اشتغل لحد ما اموت ولا امد ايدي لحد. عمرك طويل. اي والله مصطفى انت اللي تسويه حقيقه ما يصير بكل مكان وبكل والله زمان. والله حتى انا طشي يعني اسوي حتى الطشي تسوي الطشي اسوي هذا اسوي ثويه اسوي كل شيء اسوي كل اسوي. وولدك هنا يشتغلون وياك؟ عندي ابني وياي اخويا يجي يساعدني اهل الرحم هواي يجوا وياي يساعدوني. فايده العشيره كلها يعني يجي اقول له تعال اكلم بي اقول له تعال ساعدني تعال اشتغل. اي هو امين يكيف يعني هم تبديل جو هم زي. حلو يعني يجون امين يشوفون عالم غيرون جو هم تري يساعدون ويشتغلون طبعا طبعا طبعا. الاسعار شلونها مال الاكل؟ والله كلش مناسبه. انا ارخص وحده باربيل ارخص وحده باربيل. اي والله العظيم الشيش الكباب 2500 الدجاجه كامله كلها ب 12000 ماكو مثل اسعار على تمن كلها تمن ومرق وزلايط وكل شيء وعلى الفحم. زين هذا يصرف لك يسد؟ والله شوف اقول لك هي القناعه. زين اني مقتنعه. ايوه الحمد لله اني مقتنعه اذا يجي لي باليوم من كل طبق 2000 دينار انا راضيه. زين يعني اقول الحمد لله وشكر ما اريد ازيد اسعار. ايش قد يجوني يقولوا لي يقولوا سوي 18 اقول لهم لا انا مقتنعه بال 2000 الربح مالتها 2000 دينار مقتنعه بيها. اي والله مقتنعه مقتنعه. بس قبل شويه هم جا فقير وطيتيه بلاش زين هذا هم ياثر عليك؟ لا ما ياثر الله يزيد بالعكس. بس ان ال 2000 الربح هم راح يروحن. لا لا ما يروحن يا من فقير ما يروح بالعكس. انسان لازم كل يوم يطلع صدقه لازم كل يوم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله لازم كل يوم يطلع صدقه لان لوجه الله تعالى هاي ما دام انسان يعني بحيل يشتغل يعني اللي بعمري ترى ما يشتغل. قد عمرك؟ اي انا عمري فوق ال 45 سنه. العمر كله ان شاء الله. الله ابني خريج يعني فيعني بعمري يقعد بس انا اقول الحمد لله وشكر ما دام بحيل انا اشتغل. عاشت ايدك. الله يسلمك. انت فخر اولا. جيتوا لي من بغداد؟ من بغداد جيناك؟ صدق على راسي. بيكم ريحه بغداد والله. مو اجينا هنا احنا ما ندري انت من بغداد. قعدنا هنا ما نعرف يعني عبانا كرديه. اي لا انا من بغداد من باب الشيخ. من باب الشيخ عنا طلعت يعني إيه. يملا هو يملا هو عمعم يملا هو عمعم. اي اي جيراننا يا مو بعيده احنا فضل هي الفضل واحنا الفضوه. فضوه إيه. على الراس والله. هذا المكان وين بالضبط؟ هذا حتى اللي يجي الاربيل من باقي المحافظات ايه يجيك قبل. اي هاي سايدين زاكو يسموه زاكو. شارع 100 اللي قدام احنا سايدين زاكو 50 متر عن بازي خانه اكر على ايدك اليسرى بس قلنا خان يعرفون.